بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قرار الأوفكوم الذي صدر مؤخرا بتغريم قناة العربية مبلغ قدره 120,000 جنيه استرليني، يعني يؤكد مرة أخرى بعد القرار الذي صدر قبله أن العربية انتهكت خصوصية الوالد الأستاذ حسن مشيمع، وأنها بثت أخبار كاذبة، وبالتالي يعني هناك انتصار ضد قناة العربية وضد إعلامها المضلل، وأيضا أن هذا القرار ليس هو النهائي. يعني نحن كعائلة أو نحن يعني كرافضين إلى مثل هذا النوع من العهر الإعلامي الذي تناولته السعودية ضد رموزنا في داخل البحرين لن يمر في حساباتنا. سنواصل كذلك الملاحقة القضائية والقانونية، وهذا أول المشوار.